كشفت شركة HTC رسمياً عن هاتفها الذكي الجديد One M9 Plus الذي يتميز بهيكل معدني وقارئ للبصمة مدمج بزر رئيس ونظام تصوير ثنائي الكاميرا في الجزء الخلفي وبشاشة أكبر من الهاتف One M9 الذي كشفت عنه HTC الشهر الماضي. وزودت HTC هاتفها الجديد بشاشة قياس 5.2 بوصة تدعم العرض بدقة كواد HD وكذلك بدرجة وضوح 1440x2560 بيكسل وبمعالج ثماني النواة من ميديا تك يعمل بسرعة 2.2 جيجا هرتز. ويضم الهاتف الذكي الجديد ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجا بايت، إضافة إلى بطارية سعة 2840 ملي أمبير ساعة. وتبلغ دقة الكاميرا الخلفية الأساسية في الهاتف One N9 Plus 20 ميجا بيكسل مدعومة بكاميرا خلفية ثانية لتحسين دقة التقاط الصور وإضافة عمق أكبر للقطات وبفلاش ضوئي. وفي المقابل تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 4 ميجا بيكسل وتعمل بدقة أولترا بيكسل. ويعمل الهاتف الجديد بنظام أندرويد 5 المعروف اختصارا باسم لولي بوب وواجهة استخدام سينس 7 ومزود بنظام سماعات دالبي. وستطلق HTC الهاتف One N9 Plus بثلاثة ألوان رمادي وذهبي وفضي.